أهلا بكم من جديد. يعني أستاذ طلال، ندخل على موضوع هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي وارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. هل ترى أنه من المجدي ربط عملات الدول الخليجية بسلة عملات بدلا من الدولار؟ وهل لهذه الخطوة سلبيات أم إيجابيات؟ كيف ترى الموضوع بالكامل؟ يعني بداية، أنا مش خبير مالي. نعم. ولا أدعي ذلك. نعم. ولكن معلوماتي المحدودة تقودني لأن أقول على الأقل من خلال تجربتي في عملي بأنه عندما يكون دخلك معتمد على سعر على عملة معينة، الأضمن من مقابل تقلب الأسعار هو أن تستعملي نفس العملة. مثلا إذا كانت اقتصادياتي كشركة أو كدولة مبنية على التعامل مع الدولار باعتبار أن النفط يسعر بالدولار، نعم. إلا إذا قررت أن تحولي سعر النفط بيع النفط من الدولار لعملة أخرى، وهذا غير ممكن ولن يسمح به. نعم. فأنا ما دام دخلي الأغلب هو من الدولار فهنالك ربط طبيعي ليس بيدي أن أغيره. يعني أتقوى بالدولار؟ الدولار هو العملة التي يقاس عليها كل عملات العالم بعد أن انتهى استرليني، الجنيه الاسترليني، وذلك بموجب اتفاق، يعني أحد اتفاقيات، أحد نتائج بريتن وودز اتفاقية في عام 48 هو أن يصبح الدولار العملة العالمية الوحيدة وكل العملات تقاس عليه باستثناء استرليني يربط به مباشرة بعلاقة خاصة. فإذا العملة العالمية هي الدولار. هناك بدائل احنا غير قادرين عليها لأنه متأخر الموضوع، مثل الصين مثلا. الصين رفضت أن تربط عملتها بالدولار أو بأي عملة أخرى، وأصرت أن تبقى عملتها مستقلة ومتحركة من بتحركها الذاتي. هذا مش ممكن، ما في شك بأن الأمثل هو أن يكون عندك سلة عملات. إنما عندما تربطي عملتك بسلة عملات أجنبية سيكون دائما الثقل فيها هو للثقل العملة التي تتعاملي معها كدولة. فإذا كنت دولة نفطية ومضطرة أن تصدري وتبيع النفط في الدولار فحتما سيكون للدولار الوزن الأكبر في عملاتك. ومن المجدي أن تبقى الدول تتعامل مع الدولار. يعني الرد على سؤالك هو جزئين بجوابين، الجواب الأول ما هو الممكن والثاني ما هو المجدي. الممكن، ليس من الممكن أن يتخذ قرار في تغيير سلة العملات أو التعامل في سعر النفط من الدولار إلى عملات أخرى، لأن هذا موضوع ذو علاقة بالاقتصاد والنظام المالي العالمي وسيكون لأمريكا فيه دور رئيسي. وأنا لو كنت أمريكا أيضا سأأخذ هذا الموقف. أمريكا من أصعب ما يمكن أن تبحثه هو أن تسمح بأن يتحول تصبح واردات النفط مثلا بعملة غير الدولار. فهذا من ناحية الممكن. من ناحية الأجدى، الأجدى في النظام المالي لكل دولة يدرس الموضوع على حدة ويبنى على مصادر وموارد دخلها وبأي عملة هو وعلى أساسه يحتسب نظام العملات. يعني أيضا نتحدث عن إعلان العملة الخليجية الموحدة، هل أنت متفائل بإعلان هذه العملة الخليجية الموحدة؟ وهل ترى أنه يعني من الضروري أن تبقي العملات الخليجية على حالها ما دام يعني تنظر إلى يعني إطلاق الدينار أو الدرهم الخليجي؟ أنا يعني أنا أنظر إلى هذا الموضوع ولست أيضا خبيرا أنا في موضوع الخليج واتفاقيات العملة الخليجية، ولكن لما أتكلم في المبادئ العامة ما يهمني أنا هو التكامل الاقتصادي. إذا كان توحيد العملة سيؤدي إلى تكامل اقتصادي كما حصل في أوروبا، ولكن هناك دولة مثلا في أوروبا اللي هي بريطانيا رفضت أن تكون جزء من اتفاقية الاتحاد العملة الأوروبي فالاعتبارات تجدها مهمة لاقتصادها. فلذلك أنا أقول أن ما يجب أن نركز عليه هو الهدف وليس الإجراءات والوسائل. العملة هي إحدى هذه الوسائل، ولكن هدف، هل نريد أن نخلق سوق خليجية واحدة وأن نصبح تريد أريا بمعنى سوق تجارة حرة خليجية واحدة؟
هذا موضوع يتم ويمكن أن يتم بتوحيد العملة وبدونها. إذن يعني كيف تراه أنه وسيلة يعني وليس هدف بحد ذاته؟ يعني قيمة العملة الخليجية ستكون من يعني مثلا نعم. الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية تشمل بريطانيا نعم. وإن كانت العملة البريطانية ظلت خارج السوق خارج العملة الموحدة. أنا يعني ما بدي الغرب ولا العالم يصيغ لنا معايير خاصة فينا لأهدافه. أنا لا أرى أن التركيز على عدم أو إمكانية العملة يجب أن يكون شرطا للتوجه إلى سوق منطقة سوق تجارة حرة عربية نعم. منطقة تجارة حرة عربية والخليج هو نواة لها. لذلك أنا هذا التكامل التجاري الخليجي يهمني لأني أنظر له كنواة للسوق العربية الموحدة. كيف؟ من خلال ضم دولة وراء دولة إلى هذا السوق كما حصل في أوروبا. نعم. وهل أنت متفائل بإنشاء مثل هذه السوق الخليجية المشتركة أولا؟ أنا أقول بأنه لو لم يكن هنالك معوقات، وأنا لا يعني دائما حبنتهمونا أنه إحنا عن نظرية المؤامرة. نعم. أنا لا أقول أنه عندنا نظرية المؤامرة، أنه عندنا واقع المؤامرة. يعني هنالك مؤامرات دائما تحاك علينا وعلى اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى وضعنا وعلى كل شيء، وهذا طبيعي. يعني يجب أن نقبله لنعرف نتعامل معه، وليس ولا يفيد أن ننقم ونتألم بسببه. لا، أنا عندما أجد خصما لي في عملي يحاربني بطريقة معينة أدرس الموضوع بكل برود أعصاب وأقول ما هو الذي يجب أن أعمله في مواجهة هذه الحرب دون أن أنفعل ودون أن أتعصب ودون أن أتألم. هذا واقعنا. نحن في منطقة لها أهمية لا مثيل لها في الدنيا لو فقط لوجود النفط. النفط ليس فقط ليس سلعة. النفط حتى بالتعريفات الرسمية هو مادة استراتيجية وليس سلعة، وبالتالي هو ليس ملكك وهو ليس خاضع لمعايير تقرريها أنت، لأنه يؤثر على العالم ككل. فبالتالي هذا العالم كله مهتم بما عندك وما يحصل عندك، ويجب أن يكون له رأي فيه كما هو يعتقد. بينما مع الأسف بالعكس ليس لنا رأي فيما يتم بالاتحاد الأوروبي نعم ولا بالسوق التجارة الحرة الأمريكية، إنما لهم رأي فيما يجري معنا وهم يريدوا أن يصيغوا اتفاقيات معنا وليس العكس. يعني بالنسبة للتضخم، زيادة أسعار النفط، زيادة أسعار الخدمات الموجودة في المنطقة هي وزيادة يعني تكلفة المشاريع التنموية، هل هذا يمكن أن يعيق من تقدم وازدهار المنطقة؟ اولا احنا نسبه الغلاء ونسبه الارتفاع ما زالت في حدود متواضعه نعم، ونستطيع ان نسيطر عليها. يعني النظريات التاريخيه السابقه كلها افشلتها التجربه اليابانيه الهنديه والتجربه الصينيه نعم. هنالك نمو وازدهار وما فيش ارتفاع ولا غلاء في الاسعار. يعني هنالك كان شعور بانه عندما ان النمو السريع والنمو الكبير يؤدي الى ارتفاع وغلاء. أثبتت الصين أن هذا غير صحيح. كيف؟ صلى 20 سنة الصين في نسب نمو من رقمين يعني فوق 10%، وهذا غير موجود لا بأوروبا ولا بأمريكا، ومع ذلك الأسعار لم ترتفع. طبعا بيحكيكي واحد أنا روحت على شنغهاي والأسعار غالية. أسعار شنغهاي مش للصين، لما بتروحي على المتاجر في شنغهاي هذه أسعار للزائر الأمريكي والأوروبي والعربي، إنما حقيقة تكلفة في داخل الصين وفي مصانعها ومنتجاتها ومراكزها في سيطرة على ارتفاع الأسعار وغلائها. أنا أقول إنه هذا الارتفاع متوقع، وأحد أسبابه يعني ما هو أغلى شيء في الخليج الآن؟ السكن شيء؟ نعم. أغلى طفرة في الغلاء أكثر شيء ارتفع في الخليج أنا أعرفه مؤسستي، لأنه إحنا السنة مرتين عدلنا علاوة السكن لموظفينا بسبب ارتفاع على تكاليف السكن. نعم. طيب احنا لما بيجي نتكلم بقول انه كل استثماراتنا عم بتروح في العقار وفي بناء، معناته عم تتوجه باتجاه الصحيح. بعد 5 سنوات انا اتوقع ان سيصبح في هنالك اكتمال نضوج في سوق العقار، وسيصبح سعر الاجارات وتكاليف الاجارات منطقية ومتعادلة مع الدخل.